هذا وصلنا الريف. هو هو هو. يا حبيبي شلوني؟ هذا متوزي يا حبيبي، تعال 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 تعال, تعال. جمعهم كلهم. شو يا عيال ما تبقنا كذا؟ لا وش اللخبطه هذا؟ نو هلا والله شباب، جيتكم بدايه عشان اقول اذا حابين اكثر من لعبه سلايم رانشر اتمنى نوصل المقطع هذا 20,000 لايك. اذا وصلناها باذن الله راح نكمل على السلسله هذه. فبس مشاهده ممتعه للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع اخوكم ريا اوسم زد، معكم الحلقه الاولى من لعبه سلايم رانشر، اللعبه اللي الكل في الكومنتات قاعد يطلبني اني انزلها، تعليقات في اليوتيوب انستغرام تويتر كل قاعد يقول ريا ليش ما تنزل سلايم رانشر. طبعا اللعبه هذه شفتها عند ريف راس قناته وعجبتني صراحه، فقلت ليش ما ابدا عنها سلسله. فخلونا نبدا لا نكثر كلام، ما اعرف كثير عن اللعبة فبنبدا حبه حبه. اوكي نتعلم مع بعض. جيم نيم وش نسمي؟ خلينا نسمي اوسمز. اوكي حلوين. وش هذولي؟ تشوز سيف ايكون. وش نسوي؟ اوكي ما ودي احرق على نفسي الوحوش، خلينا نحط اول واحد، ايش رايكم؟ طيب ادفنشر كاجوال رش، اتوقع ادفنشر ما راح نغير شيء. فيلا بسم الله خلونا نبدا نسوي كونفيرم ونبدا اللعبه. هل 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 يا الله والله شكل حماس، لعبه شكل حماس مره. طيب نتعلم مع بعض. طيب قاعد يعلمنا البدايه. اوكي جامب سبرنت هذه اكيد اشياء بسيطه. فا اوكي في سلايم يحلى، تعال تعال. كيف كيف؟ اوه ليفت كليك. اوكي رايت كليك، قصدي رايت كليك قاعد تاخذهم. اوكي زاد عندي بينك. اوكي 1 2 3 4 حلوين، بدي نغير بالسكرول. تمام اوكي. طيب يقول لك طبعا انا حاولت اني اوكي في هنا جزر، اتوقع هذا اكل ناكله لل ورا ما جو، لازم اعلق عليهم لين اخذهم. والشفت يعطيك سبرنت، طبعا في طاقه تحت وفي الهيلث، فا اوكي وعندنا الفلوس. طيب البورد هذه او القائمه هذه، هذه القائمه هي اللي تعطيك فلوس. بس دقيقه، انا شفت بدايه مقطع في راس انه هذه كانت 14 او شيء، ليش كذا انقصت صارت 9؟ وش ذي القائمه؟ احسها تغيرت اسعارها صح؟ والله ما ادري. عموما فيها كذا سهمين الظاهر ترتفع مع الوقت، ما ادري. عموما يوك هذا كذا، هذا شوت. اوكي اوكي هذا شوت. طيب طيب هناك في نجمه، خلونا نعرف ايش سالفتها. اتوقع راح نرميهم هنا. اوكي خلينا نحطهم نخزنهم هنا، حلوين. طيب واتوقع ناكلهم عشان يصير شيء معين. اوكي خلينا ناكل هذا وناكل هذا. اوكي طلع لي بلوره، البلوره هذه هذه اللي ابيحها، البلوره هذه هي اللي ابيحها. نتوخر، تعال رقم ثلاثة ابعد. البلوره هذه ابيحها وتجمع من وراها فلوس عشان اقدر اسوي تطويرات. هذا اللي فهمته من اللعبه، يعني اللعبه عباره عن لوت، لوث لنفسك وحاول انك تجيب فلوس عشان تسوي تطويرات، تطويرات وان تكون في الكونتينرز هذه او الحاويات هذه او تطويرات لنفسك هنا، فراح نتعلم منها. هذا الشيء اللي فهمته من اللعبه ككل. اوكي بريس اي تو اكتف. طيب يقول لك هاي وولز، هذا يعطيك جدار زياده، ما اعرف ليش بس اتوقع انه راح نحتاجه اكيد. ميوزك بوكس، ذا ميوزك بوكس بلايز مدري ايش الظاهر، هذا يغير نفسيتهم مدري. ايرنت اوكي سولار شيت، هذا اشعاع شمسي او شيء. وهذا هوا ما هوا اوتو فيدر، حلو هذا مره ياكل مجان، بس شوفوا غاليه والله 500 300. اوكي 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 لا نكثر كلام في البدايه، ايش رايكم نبدا المغامره ونروح نستكشف نجمع سلايمز على اساس نقدر. اوكي في البلوره هنا منطوله، حلو جمع بلورات، البلورات هذه راح احتاجها كثير. هذا وش هذا؟ هذه آلة أكيد راح نفعلها بعدين. البينك سلايم الدايت حقه ونظام الأكل حقه everything، أي شيء ياكله. فأتوقع في سلايمز، أنواع سلايمز ثانية لهم أنواع أكل مو أي شيء. دراي ريف، أوكي هذا وصلنا الريف. هو هو هو. يا حبيبي شلوني؟ هذا متوزي يا حبيبي، تعال 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 تعال, تعال, تعال. جمعهم كلهم. يوه أوكي جيب 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 ديم، والله ديم. جيب بينك سلايم بينك سلايم بينك سلايم. أوكي صار معنا 11 تقريبا 13، تمام. ها تعال 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 تعال. اوكي حلوين، واو والله واجد. اوكي هنا في جزر، خلينا ناخذ الجزر هذا عشان ناكلهم لانهم ياكلون everything. اوكي تعال تعال. اوه في جزر هنا بعد، جزر وحبه، صار معنا 16 سلايم بينك سلايم 13 كرت، تمام. اوه في شيء هنا، اوكي اتوقع هذه فروت او شيء. اي والله ايش؟ بوق فروت، بوق فروت. طيب اصبروا ما ودنا نروح هناك الحين، خلونا لايك فروتس فيجي اور تشيكنز ار يوز تو فيد سلايم. طيب try shooting food at a pink slime they will eat anything mouse wheel select. اوكي خلونا نرجع سلايمز هنا. اضرب 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 اضرب، والله كثرناهم، حلو. طيب راح نعطيهم كاروتس او نعطيهم اوكي البينك هذه، خلونا ولا خلينا بعد شوي نجمع. طيب اعطيهم هذا الفروت هذا، خلينا نعطيهم. اوكي او سوينا التب، حلو اخيرا. طيب خلينا نعطيهم 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 نعطيهم. اوكي 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 بلع 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 بلع. ترى مو شرط الظاهر انك ترميها عليه بالضبط، اتوقع اذا رميتها في الارض ياخذونهم. طيب خلينا نجمع البلورات، جمع البلورات جمع البلورات. اوكي في اكل هنا ما اكلوه. اوكي والله بلورات كثير يا عيال، كم جمعنا؟ اوه حلو. اوكي ورانا اخذنا ذولي، وخر. اوكي اوكي عطهم اكل، هنا اكل، رجع البينك سلايم هنا. بس ثواني باقي بلوره هنا ما اخذناها، وبلورتين، ثلاث بلورات. شيل شيل راح تعطيني فلوس هذه. نرجع البينك، انا شفت بينك هنا تحرك، وين راح؟ هذا هنا يا الوسخ، من حاش. ادخل جوا، ادخل ادخل ورا. وين ينحاشون هذولي ولا وين يجون؟ اقعد جوا ادخل.
اوه والله ينحاش يا حيوان، شوف كيف طيروه، قاعد تسوي استراتيجيه انه يطلع، والله ما تنحاش. خش 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 بس. طيب معنا 16 باللوره، خلينا نروح نشغلها، نروح نفعلها. رايت ليفت كليك ليفت كليك ليفت كليك. اوه 512 ديم، والله واجد. طيب شو نقدر نسوي لهم ذولي 512؟ وش اول شيء اسوي؟ هاي وول. هم قاعدين يطلعون بس مو مره، فانا اقول ما راح اسوي هاي وول. وش ودي اسوي؟ وش ودي اسوي؟ خلونا نروح نجمع زياده، خلينا نجمع زياده ثواني، خلينا نعطيهم اكل. ياكلونه؟ لا ما ياكلونه، طلعت برا. حطها جوا، ايوه اكلها واحد. اوه اتشيفمنت كاتش. اوكي راح ارجع، راح ارجع البلورات، لكن حاليا ودي اخذ المغامره ثانيه، اروح اطلع زياده تقدم قدام، وراح اجيب لي انواع سلايم ثانيه لانه ودي استكشف زياده. طيب حلو، البينك سلايم هذا اول سلايم تعرفنا عليه، وعندنا طبعا نوعين من الاكل اللي هو الجزر والبوغو فروت، اللي ما ادري شو هذا، الرمان ولا والله ما ادري. عموما هلا والله، هلا والله في جزر هنا، خلينا ناخذ الجزر. اتوقع بعدين بدك تسوي فارم، هذولي ما ودي اخذهم، خلاص اسحب عليهم. بس البلورات ما راح افوتها، البلورات ما راح افوتها، خلونا ناخذ جزر زياده. اوكي اخر انت اخر، ابغى جزر بس. اوه طلع بلوره، شكرا شكرا شكرا. البلورات ما راح افوتها، وبرضه الاكل ما راح افوته لاني بحتاج الاكل عشان اقدر اكلهم. وين كان في بلوره هنا؟ وين راحت؟ اكلها؟ والله ما ادري اذا ياكلون البلورات حقتهم ولا لا. هات بلوره. مشينا 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 مشينا. اوكي دخلنا على منطقه جديده. هلا والله. اوكي يا ساتر يا ساتر. اوه سلايم ازرق، والله سلايم ازرق، خلنا ناخذه. روك سلايم، ذي سلايم اور توتالي ميتال. في واحد متوزي هنا، تعال 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 تعال. اوكي اوه لو تلاحظون الدايت فيجي. اوكي هذا ولا فيجي، هذولي ما ياكلون الا الخضروات فقط. فا اوه في كهف هنا، بريس اي تو اكتف. ظهر بربره، ما ادري من هو اتش، بس في واحد اتش اعطانا معلومه هنا في دينجر. ها ابوي انا ابو الدينجر. اوكي سلام. ولا وش ذولي؟ دقيقه لا 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 خلاص امزح معك، امزح معك. اعدائيين هذولي يضربون؟ لا 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 خلاص امزح امزح امزح، ما اقدر اخذهم ذولي، خلاص امزح معكم، والله امزح معكم، انا اصلا ما ابغاكم، انا ابغى ذولي بس الازرق. فينا نوع جديد بعد اولا. طيب ايش بينك روك لاجر، ما ادري ايش ذا، ناخذه جيب. اوه ارمى فل عندنا. طيب ما راح نجمعهم ذولي، بنرجع لهم بعد شوي، خلينا ناخذ البلورات بس، بلورات. اوكي اوه في نوع جديد بعد، نوع جديد، تعال تعال تعال. طيب انا ودي ارمي شيء عشان اخذ شيء، ايش رايكم نرمي؟ دقيقه دقيقه، هناك في شيء جديد بعد، وش هذا يا عيال؟ اوكي اوكي دقيقه دقيقه دقيقه، انا برجع اكيد، لازم ارجع، ابرجع بحط اغراض بفضيها وبرجع مره ثانيه. خلينا ناخذ البلورات في الطريق، ناخذ الجزر. الانفنتوري عندي فل، ويا اخي شيء مزعج مره ان الانفنتوري فقط اربع اغراض بس، ليه؟ ليه كذا اربعه بس؟ طب بفضيها بفضيها، لان اخذنا سلايم جديد اللي هو اللون الازرق. اوكي اوكي اتوقع ماني متاكد، بس اتوقع الانرجي اللي على اليسار هذا اللي ينتهي بسرعه، اتوقع عندنا نطورها من هنا. طيب ايش رايكم نفتح شيء جديد؟ والدجاج ذا ايش وضعه؟ ميت اوكي، فود تايب ميت. اوكي هذا يعتبر كلحوم او كذا. طيب خلونا نحط هنا واحد جديد. اوكي ولا خلونا نحطه هنا، خلينا نحطه هنا. اوكي خلينا نفتح واحد جديد عشان نحط الازرق، هذا شيء جديد. طيب لازم نفتح الكورال، خلونا نسوي لها شراء. اوكي وننزل فيها رقم اربعه اللي هو الروك سلايم. فليتس جو، روح يا حبيبي، نزلناهم كلهم تمام تمام. اوكي قاعد يدمجوني حاليا، الله ياخذ شكلهم يضربون. طيب يضربون يضربون. طيب لا 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 ارمي هذا. طيب معليش خلينا ناخذ هذه، ناخذ الجزر، ناخذ الاغراض هذه كلها. هذا وراه طلع، ادخل جوا تعال ورا ما يجي ذا. دقيقه دقيقه، راح افضي البلورات وارجع له مره ثانيه. نوزع هنا البلورات. اوكي واللي بعده حلو، 445 صار معنا، ممتاز 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 جدا. طيب نجمع البلورات هنا على السريع. تقول ما ادري اذا في اله تجمع لك البلورات ولا لا، بيكون مره شيء كويس. نجيب هذا، لا ما ابغى ارمي بلوره. اوكي تمام. طيب خلينا ناكلهم ذولي، ما اكلناهم كويس. ابلع، ما ياكلون ما ياكلون. طيب ليه؟ ليه ما ياكلون؟ فيجي ها فيجي، لا خلاص كذا اكله، والله ما ادري اذا اكله ولا لا. اح لا تضرب يا حيوان، شوف الحيوانات تضربون، والله انهم مشكله ذولي. طيب اجي خلينا ناكل ذولي احسن، ناكلهم خلينا ناكلهم خلينا نكبرهم. حلوين، بلوره 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 بلوره، بلع 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 بلع. حلوين، هذول اللي يستاهلون ياكلون، مو هذوليك، هذوليك ما ادري ليش مو قاعدين ياكلون. حطهم هنا، يا سلام، هات البلورات هات البلورات، راح ناخذ منها فلوس. بس تدري شو المشكله؟ انك اذا جيت تاخذ البلوره تاخذ معها سلايمز، هذا الشيء يقهر في الموضوع. انا ما ادري اذا انتم متنرفزين من الشيء هذا بعد ولا لا. شوفوا طلع معي خمسه سلايم ذولي صغار. طيب اوكي جليل، خلونا نرجع الحين نجيب فلوس زياده، صار معنا 571 ديم. اوكي جيب هذه بعد،
580 ديم. نروح ندور نعطيهم ذولي. هذولي ليه ما ياكلون يا عيال؟ فيجي اوكي، ما ادري ليه مو قاعدين ياكلون، خلاص شبعوا يعني ولا ايش؟ عموما خلينا نحط الكاروتس والاغراض هذه هنا. او واحد كل اخيرا الكل، ايوه اعطانا بلوره هي يا شيخ. طيب يلا اقعدوا. طيب ما يعطينا هذا البنك، يعطينا 9. هذا يعطينا 20. واو شوف يعطينا 20 ديم، والله صار معنا مره فلوس واجد. خلونا نروح نفس المكان اللي رحنا له قبل شوي. الا اوكي سلايم جديد، سلايم جديد اوكي. طيب هذا جيبه اوكي، تعال ورا ما يجي قاعد يطير الحيوان. طب ليش هذا ما توه يطلع؟ ما شفناه قبل. هذا انا ما اعتقد فيه سلايم، الظاهر هذا السلايم هو اللي ما يطلع الا في الليل، هذه معلومه بعد خدتها برضو. اتوقع انه بيموت فلازم نلحق عليه، لكن مو الحين خلينا نروح نكمل مغامرتنا. بس انا ابغى اجيب في 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 واحد كان لونه رصاصي كذا، سلايم لونه رصاصي. وين خلينا نروح ندور. اي هذا هو هنجيبه، اسمه تابي. اوكي يا تابي، اوكي تابي سلايم. هنجمع بلورات، راح نحتاج البلورات كلها. هلا والله 3 بلورات هنا، جيبي حبيبي ما راح نقول له 4 بلورات. ليتس جو، واخر تشيكن ما احتاجه قبله. طيب هنجيب هذه ونجيب هذا تابي. اوه جاء انا تشيك روستر، هذا ديك. اوكي اوكي ديك، والله في اشياء كثيره في اللعبه يعني لازم تتعلمها. امشي 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 اوكي ما مر. هلا والله اوكي، هذه شكل منطقه حق التابي، شكل منطقه حق التابي فيها تابي واجد. اوكي خلينا ناخذ ذولي. في شيء يعني في اللعبه ان يمديك تدمج، اوكي يمديك تدمج اكثر من سلايم في نفس الوقت، فلا تدمج الله ياخذك. هلا والله اوه ايش نرمي؟ خلينا نرمي البينك سلايم. لا هذا ظهرنا اكل شيء، يب هذا كذا صارت حاله دمج قبل شويه. هذا اكل من او جاء الاحمر ظهر اخذ من الفسفور، الظاهر فسفور او شيء. 10 12 تمام، خلينا ناخذ. لا ما ابغى هذا، ابغى تابي. وراكم حاشرين تابي هنا مسكين، جيبوا التابي. حاول هالمره ان ندمج اكثر من سلايم في سلايم واحد، او نزوج سلايمين. اوه طلع بلورتين ذا، جيب تمام. طيب والله فلوسنا احسها والد يا عيال، ما شاء الله مره كويس، ما شاء الله ما شاء الله. طيب خلينا نرجع الحين نحاول نرجع، عندنا نوعين جدد الحين، يعني تعلمنا اربع انواع او تعرفنا على اربع وحصلنا على اربع انواع سلايم في اول حلقه، والله مره كويس. عندنا سلايم بينك او البينك سلايم، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني الروك سلايم، وعندنا اللي يطير هذا فسفور ان شاء الله نسمه زي كذا، والتابي سلايم. واللي عارف ان هذا الفسفور انه يموت في النهار. خلونا نشوف اذا انتم متحمسين السلسله هذه تبغون نكثر عنها اكثر واكثر. خلونا نشوف دعمكم في السلسله، اذا قاعد تشوف المقطع الان حط لايك، وخلنا نشوف اذا انتم متحمسين السلسله ولا لا. فبسم الله. طيب اول شيء راح افتح كورال جديد اوكي، راح احط فيه التابي، هنحط فيه التابي. هلا والله هلا والله، ان شاء الله ما تكون مزعجين انتم. وراح افتح واحد جديد هنا، ما ادري ليش حشرتهم في الزاويه بس اوكي مو مشكله. راح نفتح واحد جديد هنا برضو، خلينا نشتري وراح نحط فيه هذا اوكي. طيب حط 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 حط, حط, حط. طبعا ذولي لازم نشتري لهم اوكي، قاموا يطيرون. طب هذول لازم نشتري لهم حق الاشعاع الشمسي، فخلونا نرجع الفسفور والبينك البلورات على اساس نجيب فلوس. يلا شيل 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 اللي بعده، شيل 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 شيل. صار معنا 200 والله قليله والله قليله. لا قاعدين يطيرون قاعدين يطيرون. لا 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 اصبر اصبر يا عيال، ما اتفقنا كذا يا عيال، ما اتفقنا كذا. تكفون لا تقعدون. شوف 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 الحيوان هذا، شوف يا عيال ما اتفقنا كذا. لا وش اللخبطه هذا؟ نو تخلوا على بعض. اوكي 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 يا عيال، صارت بلاوي هنا، صارت بلاوي. دقيقه دقيقه دقيقه، هذول لازم نسكر عليهم، لازم نسكر عليهم. في شيء ظاهر بدك تسكر عليهم الاير نت هذا. 400 وات والله مره غالي. لا ايش قاعد يصير ايش قاعد يصير؟ اوكي جبنا العيد يا عيال، جبنا العيد جبنا العيد. اوكي لا ايش قاعدين يقولون ذولي؟ اخروا انتم عن بعض. بس جمع 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 حطهم هنا. ايش كانهم يطيرون؟ هذا المفروض نسوي لهم طب دقيقه دقيقه، تعال انت تعال انت تعال انت تعال انت تعال 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 تعال، خلينا نحطهم عندنا. ادخل يا اخوي ادخل، تعال انت انت تعال وانت تعال، خلينا نجمعهم. وهنا في بعد اثنين. طيب راح نحطهم معنا في المخزن حقنا وفي الانفنتوري، عشان بعد شوي يمكن يجي الصباح وما نبغاهم يموتون. في نفس الوقت هذوليك ليش قاموا يدم شوف شوف على كيف امك والدين. هو عندنا اربعه بعد زين نحطه، ابلع حلوين. 312 احتاج 400 وشوي عشان احطهم جوا. اول شيء لازم اجيب السولار، السولار هو الطاقه الشمسيه او شيء شيء شمسي يعني عازل شمسي اللي هو هذا ب 400، ثم اجيب لهم الاير نت 400. واو والله مره غالي يا عيال، والله مره غالي. طيب الحين لا نوقف كذا او لا نقعد ما نسوي شيء، لازم نسوي شيء مهم جدا اللي هو وشو؟ نجمع اكل. الاكل هو اللي راح يخلينا اخليهم يطلعون بلورات. نروح ندور اكل، جزر جزر جزر، هذا ما طلع جزر، ما طلع جزر ولا هنا. والله الاكل مشكله يا شباب، مشكله، لازم نستكشف زياده، لازم نستكشف زياده ونروح ندور لنا اكل. لازم اجيب لي اكل كثير جزر. والشيء الثاني هذا وش كانوا؟ فروت اوكي فروت. طيب يلا خلينا ندور.
هذا مندمج everything دايت. هذا الظاهر انه مدموج بينك مع الروك. شوف اندمجوا اثنين مع بعض لانه نزل باللورا واكلها على طول. حيا الذين والله العظيم يقهرون يا اخي. الماب هنا. اوه وش هذا؟ تريجر بود از لوكت. اوه مسكر. الظاهر لازم افتح بطريقة معينة. لا انتحر. الله يرحمك والله كنت انسان طيب صراحة. وهذول مين هذول؟ هذول مين؟ هذول مين؟ الله ياخذهم. لا 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 اصبر. تعذب من الشيطان تعذب من الشيطان تعذب من الشيطان. امزح معكم والله ما اجي معكم خلاص. شوف يرسبنون يرسبنون في الليل ذولي. مع وين يجون ذولي؟ سلايم من وين يرسبن؟ طيب اجل المشكلة يا لازم نسوي جارديان. لازم نسوي جارديان. شوف الحيوان كان بياكلها. لازم نسوي جارديان. لازم نسوي جارديان. الله 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 يا عيال وش ذا؟ وش ذا البلورات؟ 15 بلورة في نفس الوقت. لا اكلها ابعد الله ياخذك. 15 باللوره ديم. اوكي والله انك تطلع مره شيء كويس. المنطقه ما رحنا لها. اوكي وجا الصبح. هذول بيموتون في الصبح فعشان كذا هذا شيء مؤسف صراحه. خلينا نشوف هنا في جزر ولا شيء. اوكي قاعدين يطلعون. ما عندكم بلورات من يسار؟ اكل طيب جزر. ان شاء الله ما فوتت هنا شيء. هذا الشجر المفروض تطلع منها اكل بس ما طلعت. او هنا في بلورتين. تمام والله معنا بلورات واجد يمدينا الحين نبيعها. لا 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 بغيت اموت. اوه توقعت هنا الطريق. بغيت اموت ما ادري اذا اموت انا ولا لا. ديم والله بغيت اروح فيها. خلنا نرجع منطقتنا بس. والله لازم اسوي جاردن. شوفوا المعاناه هذه لازم تكون في اول حلقه. لازم المعاناه هذه تكون في اول حلقه لازم تكون موجوده. طيب وش خلوني ابيع البلورات اللي معاي. بيع 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 صار معنا 414 ممتاز جدا ممتاز. هذول اللي خليناهم معنا في الفيتوري عشان ما نجيب العيد. فلذلك اول شيء بسوي جارديان. خلينا نسوي جارديان هنا دام من هنا في مساحه فوق. خلينا نسوي جارديان. طيب الجارديان 250 انا ما اعرف وش وضعها صراحه الامانه لكن الظاهر ارمي فيها هذه جروينج. اوه شوف كيف تطلع. والله مره حلو. امسك او واحده بس خلاص. بدي اسوي جارديان ثانيه بس لا 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 تو ماتش. واو والله حلو مره حلو. لو نداري كان سويتها اول شيء ما سويتها اخر شيء. يلا يلا ما عليه ما عليه. طيب هذولي عندي فكره. ايش رايك تجي يا الغالي؟ تعال ابغاك في كلمه بس. ابيك في كلمه بس. ابلع 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 مع السلامه. اوكي هنا في فواكه وخضروات وشغل طيب. هذولي ابلع مع السلامه. والله نفضي المنطقه شويه. طيب الان راح ناكلهم. شوف كيف منحشرين يبغون يطلعون. شوف يساعدون بعض عشان يطلعون. يا ورع انتوا يا ابعد ابعد. قاعدين يساعدون بعض عشان يطلعون الحيوانات. تعال انت هنشوف اذا قدرنا نخششها هنا. اوبا تحت شويه. ميت هذول ياكلون لحم. طيب دقيقه اللحم اذا جبنا لهم تشيكن ياكلونه كذا على طول لازم اطبخ لهم ولا ايش السالفه؟ نعطي هذا اوبا لان هذا المره جامدين يعطونا بلورات جامده. شفت كيف بلورات حلو. جيب بلوره هنا بلورة أخيرة. يا سلام خذنا أربع بلورات. هذولي خلنا نعطيهم رقم أربعة. أعطونا بلورات بالله. وشوف كبروا وقطع بليسهم. طيب أنتم الحين منحشرين كيف أخذ منكم البلورات زيادة هنا؟ فكل ما تأكل كل ما تجيب بلورات زيادة. في لخبطة شوية في ذا. في ناس طالعين في ناس داخلين لكن عوافي بعدين يعني نرجعهم. طيب صار معنا 280. أنا وش كان ودي أسوي؟ كان ودي أسوي السولر. وش هذه؟ ناتشرال سولر. هذا الظاهر يزيدك بسرعة. ميكس كروب اولويز يلد ذا ماكسيموم هارف. اوكي ضاري خليها تسرع اكثر. هذا اللحم خلينا نشوف اذا نقدر نزيد فيه هذولي او ناكل فيه ذولي. خلينا نشوف. ابلع. اي والله اكل. يا حبيبي شوف كيف. عطني بلوره. اوكي طيب وين الدجاج؟ بس مشكلتهم يطلعون يا عيال. ليش كذا؟ يبغالي احط هاي وول. هذا طلع. ادخل جوا. طيب يبغالي احط هاي وول. خلوني احط هنا هاي وول. اوكي ولا صح ثواني دقيقه. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. طب انا بجرب شيء دقيقه يا عيال عشان فيه ثواني. عشان نجيب جواهر اكثر او نجيب فلوس اكثر لازم تدمج اثنين عشان تشوف. شوف مثلا زي هذا يعطيك 25 بدل ما تاخذ 6 من كل جوهره. هذه يعطيك 20 فهمت. فخلونا ندمج هذه. هذا وشو الظاهر انه ودي اعرف هذا وشو بالضبط. تعال انت. بس بدمج التابي مع الروك. خلينا بدمج التابي مع الروك. طب كيف تدمج التابي مع الروك؟ بكل بساطه جيب بلوره. المفروض ان نجيب بلوره بس ما معنى بلوره. هذا ايش ذا جوعان والله مسكين شكله جوعان. والله ودي اجيب لك اكل لكن ما في اكل يا اخي. ما يمدينا نحصد هذا دقيقه. ما يمدينا باقي له وقت. اوكي لا تلوموني اذا في اشياء منوبه كذا نسيت تسويها. هذا مسكر يا حبيبي شو السالفه. تو اكتف 1795 ديم. ادري في شويه منوبه بس عوافي يا عيال. يمديها تخش؟ شويه منوبه لكن عوافي يعني تونا بادين. هذا وش ذا؟
اوه هذا اللي يزود ونقص، لاني شفت هنا زياده ونقصان قلت شو السالفه. يبغانا ناخذ جوله ثانيه من الاغراض. انا لازم احبس هذولي لازم احبسهم في الحلقه هذه، لازم احط لهم النت. اوكي نبي ما طلعت باقي، لازم احط لهم الاير نت ولازم احط لهم ال وش هذولي تشيكادو يحللهم. سو ليتل اند سوفت يود ثينك ذي ار فيلد وذ مارشميلو. يحللهم. شوف سلايم اسهل شيء في الحياه انك تجيب سلايم، لكن البلا وين؟ البلا في الاكل، فعشان كذا المفروض الجارديان باديها. فنصيحه الاول الاشخاص اللي بيلعبون، اول شيء تسويه لازم تسوي اكل صراحه، سوي اكل بعدين ابدا جمع، لانك الاكل هو اللي راح يعطيك، راح يجيب لك بلورات. اوكي في هنا منطقه ولا يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شو اسمه؟ فسفور جردو فيروت فروت. يمدينا ناخذه؟ ما يمدينا. اوكي شكل بس. اوكي هذا التريجر، تريجر الظاهر لازم مفاتيح، اتوقع انه لازم مفاتيح. يقول لك هنا في دينجر حبيبي، الدينجر مو علي. خلنا نعدي منكم شويه يمكن نحصل اغراض كويسه. ايوه اكل. لا اصبر 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 اصبر، دقيقه عندي بلورات. وش ارمي؟ وش استغني؟ وش استغني؟ او في ديك رومي هنا، دي هذا ديك رومي صح؟ روستر. يب لا لا امزح معكم خلاص. اوكي شوفوا هذا باب مقفل، وفي هنا تريجر بعد. طب اصبروا يا معصبين انتم، في اكل. فشكلي بتخلى عن شيء، بتخلى عن هذا البينك لانه يعطيك كم؟ يعطيك 9 بس، فباخذ الاشياء الاهم. وخر يا حبيبي. خلنا ناخذ هذولي. واو واو يا عيال واو. اوكي كم امزح معكم، خلاص امزح معكم، والله جمعنا اشياء واجد. اوكي خلاص نجيب من وراها فلوس. جيب فلوس. يا سلام عليك، جيب فلوس زياده. واو هذا يعطينا على 20. تمام لازم فينا يا عيال. هذا السولر شيت هذا اللي راح يحميك من الشمس او يحمي ذولي هذا، بس ما راح احطهم الحين لان راح يطيرون وينحاشون. يعني خلق هذول اللي ما يطيرون يطلعون، ما بالك باللي يطير. البلوره هذه لو اعطيناها مثلا واحد من الروك، شوفوا لو نعطيها هذا مثلا، شوفوا يطلع بالشكل هذا. هذا الحين ياكل ايفريثينج، فخلنا ناكله مثلا كذا، راح يعطينا بلوره جديده. اوكي او بلورتين. هذه الميزه، هذه الميزه انك تاخذ. اوكي لا تضرب، انك تاخذ بلورات اقوى. فلذلك انا راح اغير هذول، ايش رايكم؟ اغير هذا حلو، بعدين اكله. ليه ما ياكل؟ ورع نايم او لا ما نام. اوكي راح يطلع بلورتين كذا، راح تجمع فلوس اكثر واسرع. اوكي هذا ما ادري ايش دخله، هذا مره ما ادري ايش دخله، اكله بلوره. فالوضع هنا لخبطه شويه، لكن يلا مو مشكله. ابلع بيجي. اح راحت يا حيوان. ايوه اكل واحده، او مين اللي اكلها؟ اكل هذا يا حيوان. لا تحول شيء. اوكي هذا تحول. لا انت بريان، هذا اللي خايف منه. لا ابعد 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 ابعد. لا بدا ينتشر. ابعد 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 ابعد. روح موت الله ياخذك. هذا اللي خايف منه انه يتحول، هذا اللي خايف منه انه يصير اشياء جديده وغريبه. بلورات. لا يا اخي يا عيال انا في مشكله. ابلع الله ياخذ بيسك. الظاهر اذا اجتمع اثنين زي هذا مثلا، اذا اجتمع اثنين الظاهر تحولون. وين راح ذا الحيوان؟ هذا هو، تعال تعال. اذا اجتمع في اثنين اذا اجتمعوا مع بعض يجيبون العيد، ما ادري منهم للحين، ما ادري منهم، عشان كذا في لخبطه في الموضوع. اوكي يلا ما هي مشكله، الا والله مشكله بس اني قاعد اسلك الامر. لخبطه، يبي لي اعاده تاهيل، والله يبي لي اعاده تاهيل. هنا اشياء كثيره قاعد ارميها هنا، ولا مشكله ان اذا صار في اكثر من نوع في نفس المنطقه يقعدون ياكلون كل واحد كذا. اذا جيت باكل، شوف اللخبطه اللي صارت. اذا باكل واحد الثاني يقعد ياخذ ومدري ياخذ البلوره حقته وقروشه. فما راح نستغني عن نصايحكم صراحه. اح ادخل جوا يا شرير. فما نستغني عن صراحه عن نصايحكم، اذا في اشياء يعني ما عرفناها قولوا لنا. يعني بصراحه انهم ما يقدرون يطلعون يا اخي، ليش كذا يقدرون يطلعون؟ شوف الله يقهرون، والله يقهرون. ضمن ذولي هذا لو احطهم هنا خلاص ارتاح. خلينا نحطهم الحين حاليا، ايش رايكم؟ لا بس بيطيرون صح، ما ودي انهم يطلعون. ودي احط الايرنت 425. يلا نروح، لازم اليوم لازم نحطهم. اذا حطيناهم خلاص كذا برتاح. بعدين الحلقه الجايه قبل ما ابداها لازم ارتب الوضع، كل واحد في منطقته، ما حد يخرب على الثاني. هل حركه انه كذا يتغير شكله وش المعنى؟ وش سالفه انه الواحد تغير شكله؟ يلا هانا تعال، ما بقى له شويه خلاص راح نحطهم هناك. اخيرا 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 الحين بدينا نحط سقف فوقهم وما يقدرون يطلعون، اللي هو الايرنت. هذا ايرنت كذا ما راح يطلعون. اخيرا شوفوا في طبقه فوق ما يمديهم يطلعون، فاحطهم جوا. اي يا شيخ هذه اللي لازم نسويها دايم، هذه اللي لازم نسويها دايم.
خش انت وياه اخيرا قاعدين يحاولون يطيرون ما يقدرون. اي من زمان والله من زمان هذه حركه المفروض نسويها للكل، مو نحط اشعاع هذا او يسمونه هذا حق ايش كان اللي هو سولار شيد، لا ما يحتاج، بس لذولي سولار شيد، الباقيين لازم نحط لهم كلهم ايرنت، لازم لازم لازم. فهذا اللي راح نسويه ان شاء الله الحلقه الجايه. عموما اتوقع ان طولنا الحلقه هذه، اذا عجبتكم السلسله ولا لا يعطيكم الف عافيه على المشاهده، ان شاء الله انكم استمتعتوا بالحلقه هذه، اذا عجبتكم اتمنى تقصرون معنا بلايكات، تشتركون بالقناه اذا ما انتم مشتركين، وبس كان معكم بريان اوسم زد، نراكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.